بسم الله الرحمن الرحيم. انا بتكلم ان شاء الله باذن الله عن تاني ميجور انهيرتد بون مارو فيلر سندروم، الشوشمان دايموند سندروم اس دي اس. تمام، شوشمان دايموند سندروم واحد من الاوتوزومال ريسيسيف انهيرتنس، زيه زي الفانكوني انيميا. بيحصل فين؟ في كل الريشيال اند اثنيك جروب، برضه زي الفانكوني انيميا. تمام، تو اسينشال دايجنوستيك كرايتيريا في الشوشمان دايموند. اعرفه ازاي؟ ابدا اشك فيه امتى؟ لما يبقى فيه اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي، وهنعرف ازاي؟ مع فاريبل هيماتولوجيك سايتوبينيا ديو تو مارو فيلير. تمام، يعني بان سايتوبينيا بسبب بون مارو فيلير، ومعانا اكزوكراين بنكرياتيك ايه انسفيشنسي. مهم، الكروموزومز ار نورمال عكس مين؟ الفانكوني. يعني مفيش كروموزوم البريكج هنا. لما نعمل كروموزوم فراجيلتي ستادي مفيش كروموزوم البريكج، هنا الكروموزومز ار ايه نورمال. نو انكريز كروموزوم البريكج افتر ايه الداي ايبوكسي بيوتان. تمام، تيستنج خلاص كده اوف اس دي اس ليمفوسايت عكس الفانكوني. يبقى دول هم اول حاجه مختلفه عنه من الفانكوني. الفانكوني كان فيها ابنورمال كروموزوم البريكج، انما او زياده في الكروموزوم البريكج افتر الديب اي تيستنج، انما والكروموزوم ار نورمال عكس الفانكوني. نعرف الجمله دي لانها مهمه. الميوتانت جين اس بي دي اس مابز تو كروموزوم كام؟ 7 كيو 11 في 90% من الايه؟ من الكيسز. نشوف بقى الباثولوجي. اول حاجه البنكرياتيك انسفيشنسي بتحصل ليه؟ دي تو فيلير اوف بنكرياتيك اسينر ديفلوبمنت. تمام، والفاتي ريبليسمنت اوف بنكرياتيك تيشو از بروميننت. خلاص، يبقى الفاتي البنكرياتيك تيشو ريبليسد بايه؟ بفاتي تيشو. خلاص، وفي فيلير اوف بنكرياتيك اسينر ايه ديفلوبمنت. رقم اثنين، البون مارو فيلير كاركترايزد باي ايه؟ dysfunctional marrow stem cells، مفيش الخلايا الجذعيه نفسها مش مطلعه ايه فيها مشكله، and a defective marrow micro environment that is that not support and maintain normal hematopoiesis. تمام، طيب ايه الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت الشوشمان دايموند سندروم؟ مهمه جدا. اول حاجه يتعبر بيها البنكرياتيك انسفيشنسي، الايه؟ الفات مال ابزوربشن سينس بيرس، فات مال ابزوربشن سينس بيرس. خلاص، بيقول لك but staturia is not always a obvious staturia اللي هو الفات ستول. تمام، دي تو ايه؟ بنكرياتيك انسفيشنسي. يبقى اول حاجه الفات مال ابزوربشن، هيحصل فات ايه مال ابزوربشن سينس ايه؟ سينس بيرس. خلاص، 50% من البيشنت اكسهبت a modest improvement in pancreatic enzyme secretion as the ايه؟ زي ايش؟ مع الوقت. تمام، طيب رقم اثنين، مع الفات مال ابزوربشن الانيميا والنيتروبينيا والثرومبوسيتوبينيا، ده كان كومبليكيشن. طيب يحصل ايه بقى؟ بكتيريال وفانجل انفكشن سكندري تو النيوتروبينيا والنيوتروفيل ديسفانكشن والاميون ديفيشنسي. رقم اربعه، في شورت ستيتشر از ا كونسيستنت فيتشر اوف ذا سندروم. يبقى لازم السندروم دوت يبقى معاه شورت ستيتشر. ان بي ذا موست بيشنت او موست بيشنت شو نورمال جروس فيلوسيتي ولكن ريمين كونسيستنتلي ايه؟ بلو ذا ثيرد برسنتايل فور هايت اند ويت. تمام كده؟ يعني الجروس فيلوسيتي ما فيهاش مشكله. نقول تاني بقى الايه؟ الحاجات ديت. الفات مال ابزوربشن بسبب البنكرياتيك انسفيشنسي. حلو الكلام؟ 50% من البيشنت اكسهبت ايه؟ يعني مودست امبروفمنت في البنكرياتيك انزيم سكريشن لما يكبروا. طب فيه اس بي سي انيميا ونيوتروبينيا وثرومبوسيتوبينيا، وده يعرضهم لبكتيريال اند فانجل انفكشن بسبب الايه؟ النيوتروبينيا والنيوتروفيل ديسفانكشن والايمين ديفيشنسي. العيال دول هيحصل هيبقى معاهم ايه؟ شورت ستيتشر، وده الكونسيستنت فيتشر اوف ذا سيندروم. نركز. طب موست بيشنت شو نورمال جروث فيلوسيتي ولكن ريمين كونسيستنتلي اقل من الثيرد سنتايل. ايه الكلاسيك سكيليتال ابنورماليتي؟ نركز بقى كده. ديلايد بون ماتيوريشن، ديلايد بون ماتيوريشن. ميتافيزيال ديسبليزيا، اشورت اور فلير دريبز، ثوراسيك ديستروفي، بيفيد صم. تمام؟ تمام؟ يبقى نراجع بقى لو لقينا لهم جوجل ايمج نكتب بقى الكلاسيكال او السكيليتال ابنورماليتي في الشوشمان دايموند. ديليد بون ماتيوريشن، ميتافيزيال ديسبليزيا، وفي بون سكليروز كمان، والشيست ثوراسيك ديستروفي. ممكن نلاقي الريبز نفسها بو بو يعني معوجه شويه. تمام؟ او فيها تقوس شويه. تمام، خصوصا البوستيريور ريبس، ومعاهم بيفيت ثم. يبقى المشاكل كلها في الايه؟ في البون هنا. دي ليه؟ دي بون ماتيوريشن، ميتافيزيال ديسبليزيا، ممكن لاقي سكليروز دي بون في منطقه الميتافيسز، شورت او فلير دريب. تمام،
ثوراسيك ديستروفي بيفيد سام. رقم 6 some patient may exhibit unexplained hepatomegaly بسبب زيادة الليفر انزيم. most patient have dental مهمة دياتي dental abnormality and poor oral health. رقم 8 may have neurodegenerative problem و poor social skills. تاني ايه هي الكلينيكال مانيفستيشن اللي ممكن نلاقيها في عيان الشواشمان دايموند سيندروم عشان اشك فيه؟ طبعا بيجيب استياتوريا كتير او الفات مال ابزوربشن، تمام، الاستول بتاعه مدهن شويه بسبب الايه، بانكرياتيك انزيم انسفيشنسي. طيب او الاكزوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي، ومع الوقت دول ممكن يتحسن السكريشن بتاعهم بس مش كلهم. طيب سي بي سي فيها انيميا ونيتروبينيا وثرومبوسيتوبينيا، والطفل معرض يدخل في بكتيريا لاند فانجل انفكشن كتير بسبب الايه، الاميون ديفيشنسي، عشان في نيتروبينيا وفي نيتروفيل ديس فانكشن، يبقى هو مشكلته نيتروفيل. طيب الولد ده شورت ستيتشر، علشان كده هي كونسيستنت فيتشر اوف ذا سندروم. موست بيشنت شو عندهم نورمال جروس فيلوسيتي، تمام، بينمو نورمال الفيلوس بتاعتهم نورمال، بس هم ريمين كونسيستنت تحت ايه، الثيرد سنتايل فور هايت اند ويت، وزنهم والهايت بتاعهم قليل عن الايه، عن الثيرد سنتايل، تمام. طيب الكلاسيكال سكيلتال ابنورماليتي ديليد بون ماتوريشن مع سكيلتال ديسبليزيا او ميتافيزيال ديسبليزيا شورت او فليرد ريبز، تمام، ثوراسيك ديستروفي بيفيت سام. بعض الحالات فيهم انكسبليند هيباتوميجلي بسبب ايه، ممكن نلاقي زياده ليفر انزيم. موست بيشنت المهمه ديت اللي نركز عليها ان الشواشمان دايموند معاه ايه، معاه dental abnormality and poor oral a health. خلاص ممكن many have neurodegenerative problem و poor social skills شوية عن مين، الفانكوني انيميا. ايه اللاب فايندنج اللي هشوفها؟ نعمل abdominal sonar او city abdomen، نشوف الفات replacement of the pancreatic tissue 72 ساعة stool collection، نلاقي فات مال absorption، اجمع stool 72 ساعة ابعت الاقي فيه فات مال ابزوربشن. خلاص بنكرياتيك فانكشن تيست ماركدلي امبيرد انزيم سكريشن، سيرام تريبسينوجين والايزو اميليز ار ريديوسد، هم البنكرياتيك انزيم. لا نيوتروبينيا، نيوتروبينيا دي موجوده في 100% من الحالات، يعني كل الحالات الشواشمان دايموند سيندروم معاهم ايه، معاهم نيوتروبينيا اون اتي ليست وان اوكيجن. It can be chronic، ممكن تبقى chronic، ممكن تبقى chronic يعني موجودة باستمرار بقالها فترة طويلة، cyclic in attacks يعني، أو intermittent متقطعة تروح وتيجي. NB النيوتروفيلز either يا إما قليلة in count يا إما dysfunction فيها مشكلة في الفانكشن بتاعتها. الديفكت ممكن في الموبيليتي، ممكن في المايجريشن من مكان من البلد لمكان السايت اوف انفلاميشن، وممكن في الكيموتاكسيس انها تتراكت مور نيوتروفيل. والانيميا في 66% من الحالات، يعني اكتر من نص الحالات فيها انيميا. ثرومبوسيتوبينيا في 60% من الحالات برضو، يعني نسبه متقاربه، والبانسيتوبينيا اب تو 44% من الحالات، يعني مش لازم كلهم يبقى عندهم ايه انيميا، لا ممكن انيميا دي في اكتر من نص الحالات، ثرومبوسيتوبينيا بانسيتوبينيا. بون مارو اسبريت اند بايوبسي فارينج ديجريز اوف مارو هايبوبليزيا اند فات انفلتريشن، يبقى ايه هايبو سيلولار بون مارو مع فات انفلتريشن، تمام، زي مين، زي الفانكوني انيميا. The patient may have B cell defect، ونركز عليها كده، B cell defect with one or more of the following، ممكن الاقي ال IgG قليل، low immunoglobulin G، low percentage of A circulating B lymphocyte، low percentage of circulating B lymphocyte، decrease in vitro B cell proliferation او lack of specific antibody production، كل ده يقول لي ان في مشكله في ال B cell defect. يبقى مريض الشواشمان دايموند سيندروم عنده حاجتين، تمام، في الاميون ديفيشنسي نيوتروبينيا وديس فانكشن في النيوتروفيل، ومشكله ثانيه ان هم عندهم مي هاف بي سيل ديفكت، تمام، واحده من اللي جايين دول هم، يا اما الاقي الايمينوجلوبولين جي قليل، لو بيرسنتج اوف سيركيوليتنج بي لينفوسايت عددها قليل، او الان فيترو بي سيل بروفريشن قليل، او لاك اوف سبيسيفيك انتي بودي برودكشن. بيشنت مي هاف لو بيرسنتج اوف سيركيوليتنج تي سيل سبسيت او الناتشرال كيلر سيلز كمان، ديكريز ان فيترو تي سيل بروليفريشن، يبقى ممكن يكون عندهم بي سيل ديفكت، ممكن يكون عندهم تي سيل ديفكت. خلاص الدايجنوز بقى ميوتيشنال اناليسيس فور شاشمان دايموند سيندروم از ديفينيتيف ان 90% من الحالات،
نشوف الميوتيشن فين. بيرسون سيندروم السيميلر تو كنا خدناه زمان في الـ في الـ مع الديفرنشال دايجنوز بتاع غالبا البلاك فان يعني. بيرسون سيندروم السيميلر تو شواشمان دايموند سيندروم في الاتي: في الريفراكتوري سيدروبلاستيك انيميا والسايتو بلازميك فاكيوليشن في البون مارو بريكيرسر، ومعاه ميتابوليك اسيدوزيس اكزوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي دايجنوستيك الميتوكوندريال دي ان اي ميوتيشن. تمام. اند ديفر ان في الكلينيكال كورس والمورفولوجيك فيتشر بتاعه البون مارو والجين ميوتيشن. تمام. يبقى هو ممكن نلاقي ده برضو مع الايه، مع الفانكوني، مع ممكن مع سيدروبلاستيك انيميا، سيتوبلازميك فاكيوليشن في البون مارو بريكيرسر، ميتابوليك اسيدوز، اكسوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي، دايجنوستيك ده الميتوكوندريا دي ان اي ميوتيشن. الحاجات دي متشابهه في الاثنين، انها بيختلفوا عن بعض في الكلينيكال كورس بتاعهم والمورفولوجي بتاع البون مارو والجين ميوتيشن. السيفير انيميا ريكويرنج ترانسفيوجن راذر ذان نيوتروبينيا از بريزنت فروم بيرث تو ايه؟ تو 1 يير. يبقى ممكن طفل ال الشاشمان دايموند يدخل في سيفير انيميا لغايه ان هو يحتاج ترانسفيوجن راذر ذان ان هو يدخل في نيوتروبينيا. تمام. وده بيحصل امتى بقى السيفير انيميا؟ من ممكن من البيرس لغايه الايه، سن سبعه. الفرق ما بين الشواشمان دايموند والفانكوني: المارو ديسفانكشن والجروس فيلير ذا سيم. ديفر ان البنكرياتيك انسفيشنسي مش موجوده في الفانكوني، الفاتما الابزوربشن مش موجوده في الفانكوني، الفاتي تشينج ان ذا بنكرياتيك تيشو او بودي موجوده في الشواشمان دايموند مش موجوده في الفانكوني. كاركترستيك سكيلتال ابنورماليتيز كان بي سين، ده في الاخ الشواشمان دايموند. هي مش نوت سين هنا بقى، هنا هنقول ان دي فيها ابر لمب انومالي. نورمال كروموزوم البريكج اند بريكج ستادي ويز دي داي ايبوكسي بيوتين بيوتان، ده لا ابنورمال كروموزوم البريكج، انما هنا نورمال، هنا ابنورمال. تمام. دي معلومه مهمه يعني. الكومبليكيشن بتاعه الشواشمان دايموند يعني زي برضو مين، زي الاخت الفانكوني: مايلوس باسك سندروم ولوكيميك انفلتريشن او ترانسفورميشن، مارو سيل كلونال سيتوجينيتيك ابنورماليتي ما علينا، ايزو كروموزوم 7 از بارتيكولرلي كومن، مونوزومي 7 ممكن يحصل، كومبايند ايزو كروموزوم 7 اند مونوزومي 7، حاجات كلها ميوتيشن ممكن تحصل وتعمل كومبليكيشن. ديليشن او ترانس لوكيشنز برضو انفولفنج بارت اوف ايه 7 كيو ديليشن اوف 20 كيو، حاجات دياتي كومبليكيشن يعني او مور ميوتيشن ممكن يحصل. التريتمنت طبعا لازم نديهم فات سوليبل فيتامين. مين هم الفات سوليبل فيتامين؟ الجماعه اللي هم الكده او الاكيد، فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين دي، بس ندي معاهم الاورال بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت اللي هو يبقى غالي ان شاء الله. تمام. فور فات مال ابزوربشن، كل ده عشان نعمل ايه؟ فات مال ابزوربشن، فات ابزوربشن يعني، عشان هو عندهم مال ابزوربشن. رقم 2 الديلي سبكوتينيوس جرانيولوسايت كولون ستيمليتنج فاكتور فور بروفاوند نيوتروبينيا، لما يبقى فيه بروفاوند نيوتروبينيا ندي ايه؟ الجرانيولوسايت كولون ستيمليتنج فاكتور. الترانسفيوجن سبورت فور سيفير انيميا اند فور ثرومبوسايتوبينيا، ندي بقى ايه؟ ندي باك دور بيسيز، ندي بليتلت كونسنتريت او بليتلت ريتش. تمام. الاكسبيرينس ويز اي بي او الاريثروبيوتين هرمون از ليميتد، اللي هناك كانوا بياخدوا فانكوني انيميا بياخدوا اريثروبيوتين، ده ما ياخدش، او الداتا سبورت او الاكسبيرينس سبورت ليميتد يعني. سمول نمبر اوف بيشنت مي هاف بين او هاف بين تريتد ويز كورتيكوستيرويد اند هيماتولوجيك امبروفمنت هاز بين سين ان ابروكسيميتلي 50% من الحالات. ماشي، هناك كانوا بياخدوا ستيرويد برضه عشان الايفكت بتاع الاندروجين. رقم 5 سام بيشنت بياخدوا اندروجين مع الستيرويد. تمام. وجدوا ان البلاد كاونت هاف امبروفد. ماشي. The only curative treatment بقى for severe marrow failure is allogenic hematopoietic stem cell transplant. زي مين؟ الايدنتيكال اوف سيبلينج ترانسبلانتيشن في الفانكوني. والزوك اكسبيرينس هاز بين ليميتد، انما ايه؟ هناك كان بيدي يعني curative rate عالي يعني شويه. تمام كده احنا خلصنا مين؟ خلصنا الشواشمان دايموند سيندروم بسرعه كده. الشواشمان دايموند سيندروم دلوقتي ده تاني ميجور بون مارو فيلر سيندروم افكر فيه امتى؟ لما الاقي فيه
زي بنكرياتيك اكزوكراين بنكرياتيك انسفشنسي معاه ايه؟ معاه الحاجات بتاعت البلد اللي هو ايه؟ ابنورمال هيماتولوجيك فايندنج، انيميا، ثرومبوسيتوبينيا، ليكوبينيا اللي هي النيوتروبينيا. تمام؟ طيب وهايبوثيرويد بالمر مع فاتي انفلتريشن، الفاتنا الابزوربشن زي ما قلنا، الانيميا والنيوتروبينيا والثرومبوسيتوبينيا، البكتيريا والفنجال انفكشن، والشورت ستيتشر ده الكونسيستنت. تمام؟ طيب وقلنا الكلاسيك سكيتال مانيفستيشن هنشوفها فين، وقلنا ان هو ممكن يبقى معاهم هيباتوميجالي والدنتال ابنورماليتي. اللاب فايندنج قلنا ان احنا ايه، هنحاول نعمل 72 اور ستور كولكشن عشان الفات مال ابزوربشن، ونعمل سونار او سي تي ابدومين عشان الفاتي ريبليسمنت اوف ذا بنكرياتيك تيشو، نعمل بنكرياتيك فانكشن تيست ماركتلي امبيرد انزيماتيك سكريشن، السيرم تريبسينوجين والايزو اميليز بيبقوا ريديوزد، نيوتروبينيا طبعا، الانيميا والثرومبوسيتوبينيا والبانسيتوبينيا بدرجات، البون مارو اسبث اند بايوبسي فارينج ديجري اوف مارو هايبوبليزيا وفات الفلستريشن. بيشنت ممكن يكون عندهم بي سيل ديفكت، ممكن يبقى عندهم تي سيل ديفكت وتي سيل بروفريشن ان فيترو بتبقى قليله وهكذا. الدايجنوزيس قلنا بالميوتيشنال اناليسيز ده في 90% من الحالات ليها متشابهات مع البيرسون سيندروم في الريفراكتوري سيدوبلاستيك انيميا. نعمل بريفر بلاد فيلم اللي هي رينج سيتروبلاست، وممكن معاها بيزوفيليك ستيبلينج، سيتوبلازم فاكيوليشن في البون مارو بريكيرسور بيحصل مع الاثنين دول، ميتابوليك اسيدوزيس، الاكزوكراين بنكرياتيك انسوفيشنسي مع البيرسون ومع الايه شواشمان دايموند، دايجنوستيك ايه بالشواشمان دايموند الميتوكوندريال دي ان ايه ميوتيشن، بيختلفوا فيه الكلينيكال كورس والمورفولوجي الشكل بتاع البون مارو والجين ميوتيشن. السيفير انيميا ممكن تحتاج ترانسفيوجن. تمام؟ ده الفروقات ما بين الاثنين قلناهم. الكومبليكيشن طبعا معروفه، التريتمنت هندي فات سولوبل فيتامين مع الاورال بنكرياتيك انزيم ريبليسمنت عشان الفات مال ابزوربشن. طب وعشان النيوتروبينيا قال لك ممكن ندي الديل سبكوتينيوس جرانيولوسايت كولون ستيميتنج فاكتور، ترانسفيوجن سبورت السيفير انيميا والثرومبوسيتوبينيا، الاي بي او عليه كلام، small number of platelet of patients اسف have been treated with corticosteroid، ولما عطوه مع الاندروجين ماله يعني وجدوا ان البلاد كاونتس هاف امبروفد. ذا اونلي كيوراتيف تريتمنت ايه هو؟ الالوجينيك ايه؟ هيماتوبيتك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. تمام؟ وبرده الاكسبيرينس عليه هاز بين ليميتد. ده كان الشواشمان دايموند سيندروم.